مساء الخير والمحبة، واسعد الله اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا. بنطل عليكم عبر قناة الظفرة وبرنامجكم اليومي المسائي استوديو الظفرة مع أولى حلقاتنا لهذا الموسم الجديد اللي بيقدم لكم الكثير من المواضيع والفقرات المنوعة والمفيدة من فن وثقافة ومواضيع شبابية وتكنولوجيا وقصص نجاح وتميز لمبدعين وأشخاص عملوا بجد فحققوا طموحهم. بنطل عليكم يوميا لمدة ساعة من الساعة 8 للساعة 9 إن شاء الله من الأحد إلى الخميس، ومباشرة نبدأ معاكم حلقتنا بالعناوين. العنود السعدي عشقت رياضة المبارزة وأصبحت قائدة المنتخب الوطني للسيدات. الخط العربي، فن رسم الحروف ووعاء الزخارف العربية والفنون البصرية. مخيم الذكاء الاصطناعي، إجازة صيفية بفائدة عملية وتجريبية. العزف على الجيتار، روح التواصل بين الموسيقى العربية والغربية. النجاح وتحقيق الهدف يحتاج للكثير من الجد والعمل والمثابرة، وأيضا يحتاج إلى شخصية تتحلى بالطموح والإصرار. وضيفتنا اليوم بهذه الفقرة من قصة نجاح هي الشابة الإماراتية العنود السعدي التي بدأت ممارستها لرياضة المبارزة الأبية، وهي المبارزة بالشيش كما تسمى في بعض الأماكن، لتحترف هذه الرياضة فيما بعد وتصبح قائدة للمنتخب الوطني للسيدات في دولة الحبيبة الإمارات. خلونا نشوف وياكم هذه الفقرة ونتعرف أكثر على بطلتنا الإماراتية العنود مبارك السعدي، فلنتابع. فهاللعبة انك تحتاجين تحطين استراتيجية، فكرين انك تجيبينها على الخصم. العنود مبروك السعدي، لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومنتخب الإمارات للمبارزة. طبعاً رياضة المبارزة من الرياضات القتالية تعتبر. كيف تحولين الخسارة إلى فوز؟ طبعاً رياضة المبارزة من الرياضات القتالية تعتبر، والحلو فيها ان الواحد يستخدم مخه وعضلاته في نفس الوقت. فاللي حصلته في هاي اللعبه ان هي تعتمد على الاستراتيجيه، مش بس حركه بشكل عبثي او لمسات غير مخطط لها، بالعكس هي لازم تخططين للمسه، تخططين كيف تفوزين على الخصم، تديرين المباراه كلها من اولها لاخرها، حتى ممكن تغيرين من نتيجه المباراه اذا فكرتي بس تغيرتي خطتك. فهالشيء وايد حلو في هاللعبه، وهالشيء اللي جذبني لها. طبعاً رياضة المبارزة تعتبر من الرياضات القتالية اللي تحتاج الذهن، حضور الذهن، وأيضاً اللياقة وقوة العضلات. فهالشيء وايد حلو في هاللعبة انك تحتاجين تحطين استراتيجية حق كل نقطة تفكرين انك تجيبينها على الخصم. الحلو في هاللعبة انه بعد لازم تكون عندك مهارة إدارة المباراة، كيف تحولين الخسارة إلى فوز. فكله يعتمد على الذهن، وهي تعتبر لعبة يسمونها الشطرنج المتحرك، فهالشيء وايد جذبني فيها وحببني فيها أكثر. الكثيرين يسألوني كيف لعبة المبارزة تكون مناسبة للفتاة. هي طبعاً تحتاج قوة وتحتاج تحمل وصبر، بس أنا أحس هالشيء ما ينافي مهارات الفتاة، بس بالعكس يعني البنت تقدر أن هي تستخدم مهاراتها هذه في هاي اللعبة. بالإضافة أن هاي اللعبة تحتاج مرونة، وتعتبر حركاتها قريبة لحركات الجمباز أو الجيمناستيك، فهالشيء وايد يعطيها رونق هذه اللعبة، وبالعكس تناسب الفتيات بشكل كبير. اعتبر الحمد لله الأولى، مصنفة أولى في سلاح الإبي محلياً، كوني حصلت على كأس رئيس الدولة لأربع مرات على التوالي الحمد لله. وغير هذا الحمد لله عندي مشاركات عربية مع مؤسسة الشارقة رياضة المرأة في بطولات الأندية العربية للسيدات، حققنا فيها مراكز أولى ومركز ثاني أيضاً.
عندي مشاركات خليجية، كنت متوجة مرتين على التوالي بطلة الخليج أيضا في نفس السلاح. الحقيقة شيء وايد جميل يوم نشوف الشابات الإماراتيات يحققون هذا الإنجاز، وأكيد عدوى النجاح بتنتقل إن شاء الله من شخص لشخص ونشوف مبدعين إماراتيين متميزين أكثر وأكثر. والحين بننتقل معاكم لفقراتنا الثانية، وهي عبارة عن الخط العربي. كلنا نتعلم الكتابة ونعرف نكتب باللغة العربية، لكن هل لنا علم بفنون الخط العربي؟ الخط العربي هو فن تجدد عبر مراحل تاريخية وساهم في تخليد أسماء مشاهير أضافوا لهذا الفن. فهل معرفة أساسيات الخط العربي وفنونه وتاريخه تعزز الانتماء لدى اليافعين؟ وماذا عن توظيف الخط في الفنون البصرية؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، خلونا نتابع معانا هذا التقرير اللي يرصد جانب من الاهتمام بتعليم الخط العربي في الدورة التي نظمتها مكتبة الشارقة ضمن فعالياتها 2019. فلنتابع. بدينا ورشة الخط العربي، وبدينا بتاريخ الخط العربي ونشأته ومراحل تطوره، وبأهمية هذا الموضوع خاصة في الأجيال القادمة. لازم نذكرهم ونعزز فيهم قيم حب اللغة والخطوط العربية. أفضل الفئات العمرية اللي نبدأ معاها هاي الدورات هي الأصغر في مراحل السن، الابتدائية من 6 سنين لين 12 سنة. طبعاً أنا وايد أحب اللغة العربية ووايد أتمتع في هذه اللغة، لأن أول شيء هي لغتنا ولغة القرآن، فلازم نحافظ عليها. أهمية الدورات من هذا النوع جداً مهمة، لأن بالنسبة لهواية إذا كان عندي هواية موجودة من زمن أحتاج أطورها أو اكتشاف الموهبة يكون من خلال هاي الدورات. لدي تجربة سابقة مع الخط في المدرسة، ولكن أتيت إلى هنا كي أطورها وأزيد من مهاراتي في الكتابة. أنا أجيت لهون عشان أتعلم الخط العربي، وأنا بحب كثير أتعلم أشياء عن اللغة العربية، وهي هي لغتنا وهي أساس الحياة. اليوم أجيت على مكتبة الشارقة في المخيم تاع السنة هاي، هذا الصيف، هذا 5 يوم إلي، اليوم عن الخط العربي. نعطي فرص للطاقات الموجودة، تنمية المواهب والمهارات، ننظر في خلفيات الطلاب والطلبة، هل عندهم خلفيات عن هذه المواهب، عن الخط العربي وتاريخه، هل عندهم أساسيات فقط أم تحتاج إلى تطوير. اللغة وعاء الفكر وخط الكلمات، فن معقد يحتاج إلى موهبة وتعلم وإلى رحلة طويلة من العمل للإحساس بجماليات الحروف في كل نوع من أنواع الخطوط. أرحب بكم مجددا وأرحب بضيفي الأستاذ محمد وليد زنداقي. أهلا ومرحبا فيك. مشكور. شكرا. نورتنا. الله يسلمك. شكر التلفزيون على الاستضافة واهتمام بالخط العربي وفن الخط العربي. يعني الحرف العربي يمتاز عن الحروف الأجنبية أنه حروف موصولة مع بعض، وممكن الإبداع فيها. نعم. والمد والتدوير والتشابك الحروف مع بعضها
وخط الفن الخط العربي جميل يعني جدا. طيب شو هو فن الخط العربي وشو يختلف عن باقي الخطوط؟ لا لا هو الخط العربي يعني يختلف عن باقي الخطوط انه هو الخط العربي الحرف العربي مشبوك ببعضه يعني موصول مع بعضه. نعم. الحرف الاجنبي الانجليزي كله حروف مفصوله. الحرف العربي موصول مع بعضه في مجال انه تعمليه بشكل هندسي بشكل دائري بشكل تشابك مع بعضه. نعم. طيب هل تعزز معرفة أساسيات فن الخط العربي وفنونه وتاريخه للانتماء لدى اليافعين؟ إيه طبعاً لازم يتعلم الجيل الجديد الخط العربي، بس مو شرط تاريخه يعني أساسياته لازم يتعلموا أساسيات الخط، يعني كيف يبدأوا بتعليم الخط العربي بالخط الرقعة مثلاً وبالتدريج، ويكون يعني بده تمرين، يعني الخط العربي بيحتاج تمرين كثير والإبداع فيه بيطلع بالتمرين يعني. نعم. طيب نحن نعرف أن الفن الخط العربي هو فن، شو بيختلف عن الشيء اللي نحن نكتبه؟ لا الكتابة العادية غير والخط العربي غير. يعني هذا له أدواته وهذا له أدواته. الكتابة بتنكتب بالقلم الجاف هذا. الخط العربي بده بالإتقانه بالبوص. نعم. بالأصب يعني وبالريش. هل الدورات التدريبية اللي يأخذونها الطلاب من تعليم فن الخطوط العربية هل هي بوابة للعبور إلى للعبور الموهوبين إلى هذا الفن؟ إيه طبعاً إيه، يعني دورات تدريبية بتفيد طبعاً، وأنا بشجع إنه حتى بالمدارس يعملوا حصة للخط العربي، لأنه يعني الولد بس يكون عنده موهبة إذا لقى مين يسقل له الموهبة بيطلع خطاط جيد يعني. وبعدين تجميل لحتى لو ما طلع خطاط بيتحسن خطه وقت بيعمل امتحان بيكون خطه مقروء يعني، وقت بيجي وقت تصحيح الاوراق الامتحان بيكون خط واضح ومقروء يعني. نعم. اما اذا خطه مش مقروء يعني لحتى صحيح. المدرس اللي بده يصلح له بيتغلب. شو هي انواع الخطوط العربية؟ في عدة انواع خطوط اللي هي متداولة كثير، الخط الكوفي، الخط الثلث، الديواني، النص تعليق، الرقعة، وتعليمه بيبدأ بخط الرقعة. جميل. مفروض أنه يكون يأخذ حروف الخط الرقعة مثلاً الحروف الأبجدية بالتسلسل، نص الحروف يتقنها، رد ينتقل لنص الحروف الثانية، بعدين بيأخذ الحرف الباء مثلاً موصول مع كل الحروف. جميل. الحاء موصول مع كل الحروف، السين موصولة مع كل الحروف. بعدين بنتقل للكلمات، بعدين بنتقل للجمل. أنا بشوف خطاطين بيكتبوا خط مثلاً خطوط كذا خط من الهي ولا خط متقن، يعني الدليل أنه ما تعلموا بالتسلسل بالتدريج، عرفت كيف؟ لازم يتعلم بالتدريج. جميل. والخط الديواني؟ الخط الديواني من الخطوط الجميلة جداً، يعني بعد خط الرقعة ينتقل للديواني. خط الديواني. ينتقل للديواني، أيوه. كيف نشأت هاي الخطوط؟ نشأت الخطوط يعني الديواني ولا الرقعة يعني؟ الرقعة والديواني والباقي الأنواع. لا نشأتهم بتعرفي من قديمة، هي المواضيع قديمة كثير يعني. جميل. طيب في حال إذا شفتوا موهبة في الخط لدى الطالب كيف تبدون تنمون هاي الموهبة وكيف تشجعون؟ اهتمام فيه، لازم اهتمام وشجعوا على الكتابة، وبعدين الخط بكثرة المشق يعني جودته بكثرة المشق يعني لازم يتمرن كثير، وبده صبر يعني الخط بيحتاج صبر، بعدين بده أعصاب هادية. أعصاب هادية وتبدأ معاه بالخط بالرقعة. أيوة. بالرقعة، لازم بالرقعة. بالرقعة بيقوي إيده، بيتعلم نص الحروف الأبجدية، بعدين بتقل نص الحروف الأبجدية الثانية، بعدين الحرفين متوصلين مع بعض، بعدين ثلاث حروف متوصلين مع بعض، بالتسلسل يعني. بيطلع خطاط متمكن. أما يكتب كل أنواع الخطوط بوقت واحد ما بيتقنهم كلهم. في فن أنا سمعته هو فن التيبوغرافيا، هو فن الرسم عن طريق الحروف العربية. الحروف العربية أنا بشجع. هل هاي معاكم؟ لا بشجع بعد؟ حلوة هذه. يعني اللوحات الرسم بدخلوا فيها حروف عربية. جميل. هي لوحات حروفية بيقولوا لها بصيروا يحكوا للخطاطين. جميلة بتكون يعني كمان. هي لزينة تزيين الصالات مثلاً. والزخارف اللي بالخط العربي. والزخارف حلوة، الزخارف تلبق مع الخط الكوفي أكثر شيء. خط الكوفي. إيه مع الخط الكوفي أكثر شيء الزخارف تجي. يعني الخط الكوفي يعني اللي بيتجمله هو الزخارف اللي فيه. أنا لي أعمال كثير، أنا خطاط وزارة الداخلية 35 سنة. جميل. عامل طوابع بريد صدر وبالدولة بالسنة 81.
عامل طابع بريد صدر بسنة 86 أوسمة ضباط الشرطة. أنا في ثلاث أوسمة أنا مصممهم ما شاء الله. أنا طلعت من وزارة الداخلية بخدمة 35 سنة ومن الخطاطين المعروفين وعندي وسام تميز وظيفي الحمد لله. جميل. هذه بعض من أعمالك. لا لا لي أعمال كثير يعني لي أعمال. أدمى العاملة أصدرت درهم معدني على مناسبة 25 سنة على أول شحنة نفط على درهم تذكاري يعني. جميل. الخط الكوفي المشجر اللي خط يعني خط إيدي يعني. طيب بين الحرفة والفن، هل إتقان فنون الخط العربي بالشكل هل هي بوابة لإنتاج أعمال فنية تحمل ثقافة مرتبطة باللغة أم هي توظيف الخط لا هي كمان دخلها في الفنون الجميلة؟ لا هي بتساعد على اللغة لأنه بتعرفي الخطاط وقت بيكتب بس يتقن الخط بيصير يكتب كله آيات قرآنية وكلها مرتبطة بالقرآن من القرآن يعني واللغة العربية بالقرآن يعني تعرف يعني وقت يتقن آيات قرآنية ويكتبها من القرآن الخطاط يعني بيتقوي باللغة العربية شيء أكيد يعني. بعدين التشكيل بيصير يهتم بالتشكيل تبع الخطوط يعني وقت بيكتب بالحبر الجاف ما بيعمل تشكيل بس وقت يكتب خط بيصير يهتم بالفاصلة وبالشدة وبالمدة وبال بالسكون وبالضمة بده يهتم بالتشكيل بصير يعني أقوى باللغة العربية. طيب يعني. الدورات اللي أنتم تسوونها هل هي دورات معينة في لها تاريخ أو معين؟ لا ما في دورات معينة. ما في دورات هون يعني أنا هون ما عملت دورات ما في دورات لا أنا أجيت من سوريا متقن الخط يعني متقن الخط اللي حاب مثلا ياخذ دورة أنه يطور خطه. والله أنا عندي استعداد لأعلم أي خط أي طفل بلاقي عنده موهبة عندي استعداد أعلمه. يعطيك العافية. لأنه بتعرفي لأنه الخط يعني ما بدنا يندثر الخط صحيح العربي يعني صحيح. بدنا الخط العربي يكون يعني لسه مكانته يعني يحافظ على مكانته يعني. جميل. وأنا إلي على الخطوط بنشر على الفيسبوك خطوط كثير إلي لوحات بكتب ومشان اللي ما بيعرف يتعلم يعني يشوف خطوطي ويتعلم منها يعني. جميل. الأستاذ محمد وليد زنداقي أثريتنا بمعلوماتك الجميلة. الله يخليك. شكرا ونورتنا في الاستوديو. شكرا كثير. أنا أسعد وشكرا على الاستضافة. شكرا. الله يسلمك. في نهاية فقرتنا كل الشكر لضيفنا الأستاذ محمد وليد زنداقي. مشاهدينا مستمرين وياكم نرجع لكم بعد فاصل قصير. مخيم الذكاء الاصطناعي إجازة صيفية بفائدة عملية وتجريبية. العزف على الجيتار روح التواصل بين الموسيقى العربية والغربية. فاصل قصير تريونا. حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم باستديو الضفرة بفترته المسائية. طبعا نحن خلاص ودعنا الإجازة الصيفية اللي كل حد فينا قضاها بطريقته المختلفة، في حد منا سافر للسياحة والترفيه وفي حد التحق بدوراته التدريبية وغيره وغيره الكثير، لكن في الإمارات كان في المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي، المخيم الذي أقيم في كل من أبوظبي ودبي وراس الخيمة وملقوين بمشاركة عدد كبير من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من مختلف أنحاء الدولة. وللحديث عن هذا المخيم وماذا قدم لمرتاديه من فائدة ومتعة يسعدنا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد علي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ويس لإدارة المحتوى. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا على الاستضافة وشكرا للقناة ولكل القائمين على البرنامج على الموضوع الشيق الجميل إن شاء الله نقدر نتناوله بشكل مفيد للجمهور بإذن الله. نحن تشرفنا فيك. شكرا يا فندم. شكرا. بداية ما هو الذكاء الاصطناعي أو الـ AI بشكل عام؟ معلومة عن الـ AI هي Artificial Intelligence. طيب قبل ما أبدأ أخش في تعريف الذكاء الاصطناعي حابب أتكلم عن إحصائية هتدينا أو هتبقى صادمة شوية بالنسبة لنا. حديثا أو السنة دي جامعة هارفارد طلعت بحث دقيق جدا بيتكلم عن هو هيضيف أو الذكاء الاصطناعي هيضيف إيه في الاقتصاد العالمي. البحث أنتج عنه إن الذكاء الاصطناعي هيضيف أكتر من 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول العقد القادم.
الرقم ده يا جماعه يخلينا ننتبه ان الذكاء الاصطناعي مهم جدا. طيب نتكلم عن تعريفه او نتكلم هو ايه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي باختصار شديد جدا او نبسط المفهوم بتاعه، هو الاجهزه والتطبيقات بتتعلم نفسها بنفسها او بتاخد بعض المعلومات اللي بتقدر من خلالها تحاكي العقل البشري. جميل. مجموعه من الانظمه او التطبيقات بديها مجموعة من المعلومات تحاكي بيها كيفية عمل الدماغ البشري. نعم. ده بشكل بسيط جدا الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. نعم. طيب شو الهدف من الذكاء الاصطناعي؟ طيب الهدف طبعا من الذكاء الاصطناعي ليه أهداف متعددة كبيرة جدا، واتكلمنا عن إزاي هيضيف للاقتصاد العالمي. فلما أتكلم عن إضافة اقتصاد عالمي، هنا بقى بنتكلم على عدة مجالات ضخمة، منها المجالات الاقتصادية، المجالات الطبية، المجالات التكنولوجية، النقل. بنتكلم عن إن إزاي الذكاء الاصطناعي هيبقى قادر على إن يدينا نصائح، إن إزاي ناخد أدوية، إزاي نطلع أدوية جديدة، وده كله طبعا هيساهم في إن احنا يجعل حياتنا إحنا كأفراد بشكل أسهل أو بطريقة تبقى ميسرة أكتر. جميل. من هم الطلاب المستهدفون في هذا المخيم بالذات؟ المخيم تم استهداف فيه طلاب من المراحل الثانوية والجامعية، ومش بس كده، كمان المخيم بيستهدف الموظفين التنفيذيين اللي موجودين في الحكومة. طيب شو بيفيدهم الذكاء الاصطناعي طلاب في المستقبل؟ طيب هتكلم عن إحصائية برضو مهمة جدا. نعم. عشان نتكلم عن ما نتكلم عن الاستفادة لازم نتكلم عن أرقام، علشان أنا عايز أعرف الأرقام دي عشان أقدر أعمل قياس أثر، هل فعلا هو ليه فايدة وهيعود عليا بالنفع ولا ملوش. نعم. خلينا بنتكلم عن أن الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية بتنتج سنويا أكثر من 250 مليون معاملة ورقية. فلما أدخل تقنية الذكاء الاصطناعي في المعاملات دي، الحكومة هتوفر أكتر من 50% من التكاليف السنوية اللي موجود عليها. ده مش بس كده، عندنا أكتر من 190 ساعة عشان أنجز فيها المعاملات على مستوى الإمارات هيتم توفيرها من خلال الذكاء الاصطناعي. فالطلاب اللي هيشاركوا في المخيم هيتعلموا التجارب من خلال الخبراء اللي بتشرف على المخيم بشكل كبير جدا. جميل. هيكون في تبادل الخبرات بشكل عالمي، بالإضافة أنه هو التجربة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي أو في المنطقة العربية. فده هيخليني أقدر أأهل قدرات وطنية قادرة على استيعاب المفهوم وتتعلم إزاي تطبقه في جميع مناحي الحياة. ده باختصار شديد جدا. جميل. لو اتكلمنا عن مفهومه بشكل. طيب من هي الجهة المسؤولة عن هذا المخيم؟ المخيم هو يعتبر مبادرة من المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي. فالمخيم نفسه هي مبادرة من الحكومة. والمواضيع اللي انطرحت في هذا المخيم، شو هي المواضيع اللي انطرحت؟ المخيم بشكل عام بيستهدف عدة موضوعات اقتصادية بتهم الدولة وبتهم يمكن اقتصاد العالم أجمع، منها طبعا الطب، التكنولوجيا، التعليم، النقل. فموضوعاته كتيرة جدا. المخيم نفسه بيتناول فيه، بيكون فيه ما بين ورش، بيكون فيه اشياء عمليه بيتم تنفيذهم وتعليمهم فيها عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل دسم وبشكل عميق. جميل. وشو هي التطبيقات؟ مثل شو يعني؟ خلونا نتكلم عن التطبيقات. ان في نوعين من الذكاء الاصطناعي او في نوعين من التطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هم هيغيروا مجرى الاقتصاد بشكل كبير جدا في الذكاء الاصطناعي. اول حاجه اسمها الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج التعلم الالي ده شيء تطبيق مهم جدا 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 في الذكاء الاصطناعي. من خلال الماشين ليرنينج بيبدا ان التحول على حاجه اسمها الديب ليرنينج. من الديب ليرنينج بيبدا ياخد مجموعه من المعلومات، فبيساعد تقنيه الذكاء الاصطناعي ان يعلم نفسه بنفسه. فتطبيقات الذكاء الاصطناعي بتنقسم الى حاجتين، الماشين ليرنينج والى الديب ليرنينج، التعلم العميق بيسموه او التعلم الالي. هل عندكم طلاب مثلا انشأ او عمل تطبيق خاص فيه؟ ما زال لسه المخيم لسه يعتبر في دورته الاولى، فما زال لسه قيد التطوير، ولكن طبعا المخيم ليه اهداف استراتيجيه كبيره جدا. ان شاء الله هنوصل لمرحله ان يبقى في اكتر، مش بس الطلاب ينتجوا تقنيه، احنا يهمنا دلوقتي يبداوا يفهموا الكونسبت نفسه والمبدا، ويبداوا. نعم. بعد كده طبعا يتحركوا فيه بشكل اكبر. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا وراجعين لضيفنا. البرنامج او الكامب هذا ما ممكن ما دخل في تفاصيل كثيره عن الذكاء الصناعي، ولكن يعطيك فكره
ويعطيك خلفيه انه شو هو بالضبط الذكاء الصناعي وشو ممكن انه يفتح لك مجالات، وكيف نحن شو ممكن انه تكون مشاريع الدوله في المستقبل. انا مش شرط اني اكون متخصص في المجال، لكن من المهم كمهندس مواطن اني اكون ملم وتكون عندي خلفيه في هالمجالات. طبعا نحن تناقشنا عن هل الذكاء الاصطناعي يفيد الانسان ولا يضره، من ناحيه انه يفيد الانسان نحن مثلا في الصناعات، في الاشغال اللي تتطلب يعني كثير من الجهد او الوقت، نحن نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي ان نبرمجه في الات تسوي شغلنا بشكل احسن وفي وقت اقصر. لكن بالنسبه لسلبيات الذكاء الاصطناعي، هل هو مثلا بياخذ شغل الانسان؟ هل هو بيضر بصحه الانسان؟ لان مثلا الذكاء الاصطناعي اذا نحن استخدمناه بشكل سلبي ممكن يضرنا على شكل على المدى البعيد، انه بياخذ اشغالنا، في وايد شغلات مثلا بتنقرض، في وايد وظائف تنقرض بسبب ان الروبوتات والذكاء الاصطناعي ياسين يحلون محل الانسان. تعلمنا عن الاي اي، خبرونا كل الهيستوري مالت الاي اي، عن التاريخ وكيف تطورت التكنولوجي هاي وكيف استوت الحين. ثانيا علمونا كيف نستخدم الاي اي والبرامج اللي تشمل هالتكنولوجي. بعدين خبرونا زين كيف الاي اي بتسيطر على العالم. فقبل كانت الاي اي اضعف من مخ الانسان، وحين واصلين ان التكنولوجيز تقريبا على مستوى تفكير البشر، وحين في المستقبل إن شاء الله بتطوف البشر. أستاذ محمد، كيف نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية؟ طيب قبل ما اتكلم عن ازاي نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي، هو احنا بالفعل بنطبق الذكاء الصناعي، او هو الذكاء الصناعي بالفعل داخل صحيح في حياتنا اليوميه، عندنا على موبايلاتنا، على محركات البحث من جوجل. الذكاء الصناعي عنده ميزه قويه جدا، واللي الى الان هي اللي عامله شويه عمق للذكاء الصناعي وتاثيره هيكون عميق، فكره ان هو ازاي بيقدر يتعرف على الاوجه، بيبدا يتعرف على المشاعر والاحاسيس، بيبدا يتطور بشكل كبير جدا. بس الذكاء الصناعي بدون ما انا ادعمه بداتا ومعلومات قويه ومهمه ومفيده مش هيقدر يتعلم. مش بس كده، الذكاء الصناعي مرتبط بالانترنت، فبيبدا يعلم نفسه بنفسه لما بيوصل لمرحله احنا نفسنا او اللي عمل التطبيق نفسه ما بيبقاش فاهم هو ده بيشتغل ازاي. فمن هنا بيبدا يصير قوه الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي اقدر افيده في قرارات. خلينا اديكي مثال صغير. قد ايه من البيانات الضخمه اللي بتنتج يوميا على المحتوى، سواء الاعلامي الانترنت، كم بيانات رهيب جدا بينتج حاليا. البيانات لما تخيلي لو مؤسسه، عندي مؤسسه واحده، مش هتكلم على مستوى دوله، هتكلم على مستوى مؤسسه، فيها كم من البيانات اللي بينتج او اللي موجود بشكل يومي. طيب انا كمسؤول او كصاحب قرار موجود قدامي مجموعة من البيانات الكتيرة جدا، هل عندي القدرة ان اقدر اربط البيانات بعضها ببعض عشان اتخذ قرارات صحيحة او سليمة؟ هنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي. جميل. بيبدأ ياخد البيانات، بيبدأ ياخد المعلومات. بس في نقطة مهمة جدا، كنا دايما برضو بنتكلم عن فكرة هل ثقافة المؤسسة ستقبل الذكاء الاصطناعي؟ هل أنا كصاحب قرار وأنا موجود في مكاني هسمح بأن آلة أو تطبيق يكون عندها قرار أفضل من قراري؟ دي نقطة تقبل هائلة جدا، وموضوع مهم جدا لازم الناس تاخد بالها منه، أو لازم أصحاب القرار ياخدوا بالهم منهم، لأن الموضوع جدا جدا مهم. طيب بعد ما اخذ البيانات او انا عندي مجموعه من البيانات، الذكاء الاصطناعي قوته في تربيط المعلومات بعضها ببعض واتخاذ القرار الصحيح. نعم. او اتخاذ افضل الطرق المتاحه. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيستخدم في خدمه العملاء. نعم. بشكل كبير جدا. خدمه المتعاملين حاليا بقت مش مجرد ان انا بس برحب بالشخص اللي بيجي لي، او لا، ده الموضوع بقى بشكل عميق جدا، بيستخدم في كبرى شركات المؤسسات اللي بتشتغل على التسويق. صحيح. التسويق في دلوقتي حاجه اسمها التسويق الالي بفضل الذكاء الاصطناعي. احنا عندنا انا عندي في الشركه، انا بشتغل في شركه او انا عندي شركه عن اداره المحتوى. اداره المحتوى حاليا دخلنا فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بدات
الذكاء الاصطناعي ندخله ان يعمل ترجمه لكم كبير جدا من النصوص بجوده كويسه. بس ارجع واقول، هل ده هيكفي او هيغني عن البشر؟ لا طبعا ده مش هيغني عن البشر، ولكن سيكون عامل مفيد جدا. حاجه تانية، الادويه اللي بتكتب من الدكاتره محتاجه بعض القرارات اللي ممكن تربط بعض العناصر بعضها ببعض، فتطلع لي مجموعه من الادويه الجديده. حاجات كتيره جدا. سيارتنا، ندخل جوه السياره بنلاقي السياره بتقول لنا حراره الجو بره قد ايه، احتمال تمطر او ترحب في الشخص. بالضبط. سيارات ذاتيه القياده، وبدات دلوقتي الحكومه وبدات الامارات تهتم بشكل كبير جدا، لدرجه ان اوبر في 2023 هيكون في اول سياره ذاتيه القياده موجوده. وبالفعل بدات دلوقتي في استراليا في التاكسي العائم. التاكسي العائم تحت الميه بالذكاء الاصطناعي، كله بالذكاء الاصطناعي بدون يعني راح لوحده، بس محدش طبعا تحت الميه. فطبعا بدات التطبيقات وتجتاح الاقتصادات، وبدات تجتاح المجالات. مهمتنا احنا، والمهم من دورنا احنا، ان احنا نفهمه، نستوعبه، نفهم ازاي نقدر نستفيد منه، مش نخاف منه، ازاي نقدر نستفيد منه، ازاي نقدر نخليه يدعمنا عشان يخلي حياتنا احنا البشر احسن اسهل بطريقة ايجابية. طبعًا. طيب نحن شفنا في التقرير ان البنت تكلمت وقالت ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون سلبي. كيف يكون سلبي؟ شو هي سلبيات الذكاء؟ طيب خليني اعرض لك وجهتين نظر كده بشكل مبسط وسريع. في عالم النفس الشهير هوكينز هوبز بيتكلم ان الذكاء الصناعي اذا تم تطويره بشكل كامل قد يهدد من فناء البشر. لحظه بس، مش عايزين نخاف، احنا يعني موجودين، بس لازم اركز على حاجتين. تطويره بشكل كامل، يعني لازم العنصرين دول يتحققوا في التطبيق بتاع الذكاء الاصطناعي. في كمان عندنا اعلن الرئيس المؤسس والرئيس الاسبق السابق لمايكروسوفت بيل جيتس، نعم، اعلن ان افضل ان الذكاء الاصطناعي او الروبوتات تفضل غبيه او تظل غبيه الى حد ما. طبعا جواه تخوف، بس ممكن يكون ما اظهروش، ما اعلن، ما تكلمش عنه. هل فعلا هاي دراسه صحيحه؟ طبعا بنسبه 100%، وقد في بعض التخوفات من الذكاء الاصطناعي. بس خلينا نشوف الجانب الايجابي، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان في جانب ايجابي. في عندنا عالم الحاسوب في جامعه مونتريال في كندا، يوشين يونغ، بيتكلم ان الذكاء الاصطناعي سيكون له تاثير ايجابي على حياه البشر، وتقنياته المتطوره هتساعدنا بشكل كبير جدا. دايما انا وجهه نظري شايف ان الذكاء الاصطناعي حسب ما الشخص هيبدا يفهمه ويبدا يتعامل معاه ويدعمه، هيبقى ليه بقى سلبي، هيبقى ليه تاثيره عليه سلبي او ايجابي. زي الانترنت، الانترنت ممكن حد يستخدمه، ممكن حد يقعد على الانترنت يضيع عدد كبير جدا من الساعات، من الوقت في تشات، في معلومات ملهاش اي قيمه، ويضيع وقته في اشياء سلبيه. بالضبط. اجي اقول الانترنت هو سلبي؟ لا، طريقه استخدامك، طريقه فهمك للانترنت هي اللي غلط. صحيح. فتقنيه الذكاء الاصطناعي من وجهه نظري بالعكس تقنيه هايله جدا، تقنيه مهمه جدا، هتساعدنا بشكل كبير جدا. تخيلي انت تنزلي فعلا، هتبقي موجوده في مكان او انت عايشه في مدينه بلا حوادث. مدينه بلا حوادث. بلا حوادث، لان انا عندي سيارات ذاتيه القياده مدعومه بالذكاء الاصطناعي. جميل. اللي حوادث زيرو، احتماليه حدوث حوادث زيرو. طبعا بالتاكيد هشعر بالامان، هشعر بالاستقرار، هشعر بالتطور. فبالعكس الذكاء الاصطناعي حسب ما الشخص هيبدا ياخده هيكون سلبي او ايجابي. السيد محمد علي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الثريه. شكرا. نورتنا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. كل الشكر لضيفنا الاستاذ محمد علي، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه ويست لاداره المحتوى. مشاهدينا مستمرين وياكم بعد هذا الفاصل القصير. العزف على الجيتار، روح التواصل بين الموسيقى العربية والغربية. بعد الفاصل نرجع لكم.
أجمل ما يميز المساء والسهرات هي الموسيقى، لأنها كما يقال الموسيقى غذاء الروح ولغة التواصل بين مختلف ثقافات العالم. وبهاي الفقرة معانا الفنان والموسيقي أحمد طارق، عازف جيتار غربي وعربي. يا أهلا وسهلا فيك معانا باستديو الظفرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا قبل ما نبدأ بحوارنا بعد نبغى نسمع منك عزف. حاضر. عليك يا سلام، روقتنا وروقت مشاهدينا. الله يخليك. بداية حابة أسألك، أنت تعزف لحن عربي على معزوفة على آلة غربية، هل هالشيء يعني يصير؟ هو 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 هي آلة غربية فعلا، بلعب عليها آلة مزيكا شرقية، بس هي في الآخر مزيكا، يعني الموسيقى عامة في العالم كله سواء شرقي أو غربي هي الموسيقى واحدة. نعم. بس يعني بطريقه معينه بنلعب على اله غربيه زي الجيتار، نلعب عليها مزيكا شرقيه فبتدي طعم مختلف، يعني بتدي المزيكا الشرقيه. هل هي نفس الاحساس؟ تعطي نفس الاحساس؟ لا بتدي احساس مختلف، يعني بتدي احساس مختلف وطعم مختلف للمزيكا، يعني غير المزيكا الشرقيه اللي احنا متعودين نسمعها بالات شرقيه. جميل. فاهم قصدي؟ متى بديت تعزف او متى بديت تكشف كشفت هوايه العزف فيك؟ والله انا ابتديت يعني اكتشفت هوايه العزف او المزيكا عامه يعني من صغري جدا، من وانا لسه في كيجي، يعني كنت بقى اي حاجه كان عندي اورج صغير كده زي كيبورد. في اي عمر؟ في كيجي بقى، يعني ممكن 5 سنين 6 سنين كده.
فكان عندي اورج كده، كنت بسمع اي مزيكا، اي مقطوعه موسيقيه او اي نوته موسيقيه بسمعها بحاول اطلعها على الكيبورد ده كده من غير ما اتعلم، من غير اي حاجه. بعدين اتطورت الموضوع معايا، حبيت الجيتار، سمعت الجيتار حبيته اكتر من الكيبورد، فبدات اتعلم جيتار. دخلت اخدت كورسات في الكونسرفاتوار في مصر عندنا، وابتديت اتعلم الجيتار واتطور فيه بقى، وبسمع ناس معينه، يعني بسمع، بحب متاثر بناس معينه فبسمعهم، بحاول اشتغل على نفسي اكتر. شو الاشخاص اللي انت تاثرت فيهم؟ هو في ناس، في كده جروب كده ولد وبنت اسمهم رودريجو اي جابرييلا، دول انا بعشقهم من ساعه ما بداوا، يعني بحب، يعني بحب الستايل المزيكا بتاعتهم، بحب النوع المزيكا اللي بيلعبوه، الطريقه اللي بيلعبوا بيها، فتاثرت بيهم جدا وبقيت بلعب نفس حاجاتهم، بس يعني بحاول بطريقه او اخرى اغير شويه، يعني احط الاحساس بتاعي فيها يعني. طيب شو محضر لنا بعد شيء ثاني اطربنا؟ انا محضرين حاجه ثانيه كده، هي غربي وتعملت شرقي برضو. الله تسلم أناملك. لاحظت وانت تعزف عايش في جو بعيد كأنك مو ويانا في الاستديو. ما هو الإحساس هو اللي يعني انت شفت الإحساس، إحساسي اللي أنا حاسه بالمزيكا اللي أنا بلعبها وصل لك. لو أنا مش حاسس المزيكا اللي بلعبها مش هيوصل لك نفس الإحساس اللي أنا بلعب بيه. هل الحالة العاطفية عندك يعني تخليك تأثر في عزفك؟ هي بتأثر طبعا، هي اكيد لما عندك حاله عاطفيه معينه، حاسس بحاجه معينه، بتأثر في العزف عند اي فنان. اذا كنت تحب، اذا كنت معصب. بس بالعكس، ممكن لو معصب او متضايق تطلع مزيكا احسن لما تبقى نورمال عادي. هل يعني من المعزوفه هاي نكتشف انك عاشق؟ كلنا عاشقين لحاجات كتير في حياتنا. في كثير اشخاص كبار يعني يقولون خلاص طافنا القطار ما نقدر نتعلم العزف، شو تقدر تنصحهم؟ لا انا في وجهه نظري يعني ان العزف او المزيكا بشكل عام مش مرتبطه بالسن، او مش مرتبطه بالسن قد ما مرتبطه باستعداد الشخص نفسه، استيعابه للمزيكا بشكل عام، او بتعلم اله موسيقيه معينه. يعني في اشخاص صغيرين في السن
صغيرين جدا بس ما عندهمش الاستعداد او عندهمش الاذن الموسيقيه اللي تستوعب المزيكا بشكل عام بشكل اسرع. فممكن حد كبير في السن عنده استيعاب للمزيكا بشكل اسرع فبالتالي يوصل لمستوى كبير في بسرعه اكتر من شخص تاني صغير في السن ما عندوش نفس الاستيعاب ده او الاستعداد ده. شكرا لك صراحه، خذيتنا لاجواء رائعه وسحبت الطاقه السلبيه كلها سواء للمشاهدين او في الاستديو. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا اني كنت معاكم النهارده. تشرفنا فيك. الشرف لي. شكرا. في نهاية فقرتنا كل الشكر للموسيقي وعازف الجيتار أحمد طارق. أما أنتم مشاهدينا نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا ويانا في هاي الحلقة، على أمل أن نلتقي فيكم في حلقتنا القادمة. وأذكر بموعد برنامج استوديو الضفرة الصباحي يكون يوميا في تمام الساعة 11 الصبح. هذه تحية مني أنا عبير علي ومن فريق العمل، وتصبحون على ألف خير.